الحديث ايضا عن النادي الاهلي. حضراتكم عارفين الفترة الماضية كان في بعض اللاعبين في كلام على تعديل عقودهم، ده بسبب طبعا ان هؤلاء اللاعبين ادوا بشكل جيد مع النادي الاهلي في البطولات الماضية، كان اخرها الفوز ببطولتين في افريقيا، دوري ابطال افريقيا البطولة التاسعة والبطولة العاشرة. فبالتالي الاخبار ايضا صادرة من النادي الاهلي ان حتى هذه اللحظة تم تأجيل تعديل عقود هؤلاء اللاعبين بسبب سوء النتائج، وده بعد ما استقر مسؤول النادي الاهلي على تأجيل تعديل عقود هؤلاء اللاعبين داخل الفريق بعد ما الحال او يكون فيه تاني اتجاه لعودة النتائج الجيدة. كان في اتجاه لتعديل وزيادة قيمة عقود البعض، ولكن خلال هذه الفترة النتائج مش بالقدر الجيد في النادي الأهلي، فبذلك في بعض العروض أيضا للاحتراف لبعض اللاعبين، فبالتالي مسؤولي النادي الأهلي بيفكروا في هذه اللحظة تعديل عقود الثلاثي محمد مجدي أفشة وإليو ديانج وحسين الشحات. ده زي ما قلت لحضراتكم اللاعبين ليهم مردود فني جيد خلال الفترة الماضية، ولكن تم تأجيل الأمر بسبب سوء النتائج اللي قدمها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد فقدان لقبين محليين وهما لقبي الدوري المصري والسوبر المحلي. رهنت إدارة النادي الأهلي فتح ملف طردية ثلاثي الفريق الأحمر بعودة الأمور لنصابها وتحقيق الانتصارات والمنافسة على حصد البطولات، ده زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة القادمة. هنشوف الأمور داخل النادي الأهلي إيه اللي هيحصل، خصوصا أن الثلاثي في عروض احتراف جيدة أتت ليهم وأيضا القيمة الفنية ليهم داخل أرضية الملعب.